مرحبا، اليوم بدي أعمل خلطة المدفون. عندي 5 حبات بندورة، عندي أرنان حار، عندي 6 سنون ثوم، وهلأ بدي أخفقهم. هلأ عندي فروج قسمته لنصين بعد ما نقعته وغسلته بالحامض والخل والملح وصفيته. هلا بدي اخلط الخلطة التتبيلة وراح تشوفوا معنا. هلا بعد ما خلطنا البندورة والثوم والفليفلة ححطهم بقلب الجار. عندي بهار مشكل، كركم، كمون، فليفلة، ملح وزعفران، حطهم كلهم هون. وعندي 1/2 كباية زيت زيتون، وراح اخفقهم مع بعضهم المزيج عشان نحط الفروج ونقعد. هلا بعد ما مزجنا الخليط راح ننقع الفروج ربع ساعة. نحط الفليفلة المشكلة الباردة، البندورة، بنحط البطاطا، بعد ما حطينا البطاطا راح نحط الدجاج المتبل، نحطه في هيدا الشكل. المرقة فوقهم تبيلة، وهلا بدي احط راسين ثوم، ارنان فليفلة، حبتين خلجان، 2 لومي، قرفة، وحب الهل. هلا بدي احطهم ساعة 45 دقيقة على النار، وبرجع بحط الرز فوق منهم. هلا قبل ما تستوي هلا بدي نزل، حطيت 6 كبايات رز، كل انسان بحط حسب عدد الاشخاص اللي عنده. هلا بنزل الرز. هلا 5 دقايق، بعد لها 5 دقايق ومنطفي تحتها. هلا خلص، شوفوا ما شاء الله. اذا عجبكم اعملوا لي فولو، لايك وشير. الف صحة علينا وعليكم.